FM. الكلمة ليك. مامون اي انفون. مازلنا نحكيو على الصغيرات اليوم. جماعة اللي فاتت حكينا على الصغار اللي عمرهم بين نهار وست سنين، اليوم نحكيو من ست سنين ل 12 سنة. تحضر بحضنا الدكتور كلثوم اللاجمي. عسلامة دكتور. عسلامة، مرحبا بكم. الحمد لله، مرحبا بيك معنا على كاب اف ام. دوك شنواصلوا في الموضوع نتاعنا نتاع الجمعة اللي فاتت. اليوم باش نحكيو كما قلت بين ست سنين و 12 سنة، وكيفاش نتعاملوا مع الصغيرات اون جينيرال في الوقت هذاك. بدا يكبر وبدا يفهم بالكدا. فوالا جوستومون في الوقت هذاك دايوغ المرحلة هذه كنسميوها لاج دو لا ريزون. عمر الرشد، مش الرشد بلوتو لا ريزون، سي يولي ريزونابل، يولي يفهم الصغير، فوالا يحلل، ينجم يستخايل شويه. معناتها كيف يخرج عبد من قدام وينجم يستخايل وهو ماهوش موجود بحذاه. دونك عنده امكانيه الخيال هذاك ديفلوبي. دونك في السن هذايا عند الصغير يولي يحب يطلع على برشا حاجات، يولي كوريو ويحب وديما يسأل، تلقاه اون جينيرال كل شيء يسأل عليه. فوالا ما يلزمناش نقلقوا وقت اللي يسألنا برشا اسئله. دونك لازم نطولوا بالنا ونسمعوه ويولي يخمم، ولازمنا نجاوبوه زاده. لازمنا نجاوبوه، هذيك باش تدخل في الثقه في النفس. تو تشوفهم بعد باش نحكيوا عليها. دونك يولي عنده خيال واسع الصغير، ويولي يتحرك بزيد، وتلاحظوه الصغير يولي يتحرك يلعب ينقز، يحب يوري زادة القوة متاعه. كيف يلعب مع صغيرات أخرى يوريهم اللي هو قوي، اللي هو يجري مليح، اللي هو ينجم يدز، ينجم يهز حاجة. دونك هذاك الكل نورمال. ومن جهة أخرى يولي أفكتيو، يحب يعبر على محبته لوالدي، يقرب برشا لأمه لبوه، يعنقهم يبوسهم يقولهم نحبك. دونك يولي هل يعبر على الحالة هذيك. والوالي لازم يفهم هالمرحلة هذية. دونك وقت اللي يسهل الصغير برشا أسئلة يطول باله ويحكي معاه، يجاوبه ويوريه اللي هو يسمع فيه. سي تريز امبورطون. هذيك سا راسور لونفون، والصغير يولي عنده ثقه في نفسه، يعرف اللي ثم في لونتوراج فاميليال نتاعو شكون يسمعوا. هذيك راهو تحضروا بعد للمراهقه، تخليه عنده ثقه في في عائلته، وعنده ثقه في نفسه. ولا حتى كي يكبر من بعد ديما يقعد، انا نتصور معناها ديما عنده سؤال يمشي الام ويمشي ولا يعرف اللي ام ولا ابوه يسمعوا، خاطر من الصغرى ما تجاوبوش، من بعد حتى كي يكبر يولي يمشي يسال حد اخر، ما عادش يسال العائله نتاعو، ويفقد ثقته في عائلته. حاجه أخرى هو الصغير فك العمر هذيك يولي يلوج على المجموعة، على الأصدقاء. يحب يعمل أصحاب، سي نورمال، يلزمه يعمل. دونك الأولياء عليهم كان باش يراقبوا ويراقبوا كيفاش المراقبة تكون، هي بالاستماع. راهو ديما كيف الصغير يرجع يلزم يلقى والدين يستمعوا له، يبدأ صارت حاجة هو باش يحكيها. أما إذا كان يلقى الولي حد ما دخل مثلا عاركو ولا قالوا وش بكلتو ولا يصدوا، يخليه ما عادش باش يحكي، يولي جوست يجاوب على الاسئله نتاع الوالدين نتاعو. دونك الاولياء لازم يسمعوا برشا صغيراتهم، ويعرفوا اللي الصغير عنده فك العمر هذاك حاجه للجروب، للمجموعه نتاع الاصدقاء. يقرا هو وقتها يبدا وعمل اصحاب، يولي يعمل اصحاب، ويولي اصحاب بنات واولاد، يولي عنده دي سكري زاده، لازم يحترموهم، ويلزم نعطيوه ديما نعطيوه اذن، نوريه اللي احنا نسمعوه. دونك هو باش الصغير اللي يبدا مرتاح في عائلته ويعرفهم يسمعوه وعندهم وقت ليه باش يحكي لهم راهو المشاغل نتاعو. وهذاك سافا ايفيتي برشا دي رياكسيون ودي كومبورتمون خايبين اللي يظهروا عند بعض الصغار، وهما ما هم الا اون رياكسيون الحالة نفسية اللي ما نجمش يعبر عليها الصغير، حتى ما لقاش في لونتوراج شكون يسمع. معناها أكثر حاجة ننصحوا بها الأولياء أنك تسمع صغيرك وتخليه يحكي لك، وعنده سؤال جاوبوا عليه. فوالا جاوبوا، ما غير ما تكون زادة تدخل ياسر، تقعد ياسر تنسنس، ما ظهرش اللي أنت قاعد. خليه يحكي وحده، خليه يحكي أنت. دونك حاجة تريز امبورتونت، كيف يحكي حاجة غلطة ما تعركش في وقتها، رزن روحك، اسمعها وحضر الكلمات اللي باش تجاوبوا بهم. فوالا، خاطر ينجم يغلط. وتو نحكيوا فيها الحكايه هذيك،
وحاجة أكيدة هي كونه الصغير إلى بجوان سفامي، حتى لو كان يحسك اللي هو يحب يطلع ويلعب مع أصحابه، راهو يحب عائلته ويحب شكون يلقى أذن صاغية في العائلة. واضح. بالنسبة للثقة، الثقة في النفس هي تريز امبورطونت. إذا كان الصغير وقتها في العمر هذيك ياخذ الثقة في النفس، بشوية بشوية تتكون ثابت. وقت اللي يطلع في العمر لادوليسونس باش يبدا ما عندوش قلق، حتى حد ما ينجم يزعزع له ثقته في ذاته، وحتى حد ما ينجم لو دومين عنده على خاطر الشجاعة، وينجم يعطي رأيه وينجم عنده ثقة في نفسه. دونك الثقة هذه كيفاش نجم نكتسبوها؟ الصغير ينجم يكتسبها، الصغير يكتسبها دابور بالاحترام. هذه حكينا فيها من صغرها، لازمك تحترم صغيرك، تحترمه وتحترم العائله، الطرف العائله الكل قدامه، هو باش يعرف اش معناتها. هو راهو في العمر هذا يولي يفهم اش معناتها احترام، واش معناتها اللي الاخر اللي معاه اللي قدامه الى بزوان باش نحترمه. وهو زاده يحس وعنده احساس اللي عنده لو بوزوان، الاحساس بالبوزوان هذاك بالاحترام. دونك كيفاش يقول قايل صغير باش نحترمه؟ نسمعه كيف يتكلم، ما نعاركوش في سامه، مش هو ياخذ يحكي ونصدو ونخليه يبدي رايه في العمر هذا، باش يولي قلنا يولي ريزونابل، يولي يفكر. دونك تخليه الامكانيه باش يعطي رايه، وتعطيه انت، تخليه هو يعطي رايه وتعطي انت رايك، وبعد ما بعثكم تختاروا الراي الباهي. وهذا هو راهو اللي باش يوصل صغير عنده ثقه في نفسه وناجح في حياته وسوسيابل. دونك سي تري امبورطون. وما نقولوش ولد صغير ولا بنيه صغيره، راهم يفهموا، راهم هذاك شنو يترقبوا من عائلتهم. دونك حاجة أخرى يلزمنا نقبلوا الغلط. صغير إذا كان غلط كيفاش نتصرفوا معاه دكتور؟ هوني مثلا صغير يغلط هنا، كيفاش نجم نتصرف معاه؟ جوستومون ساعة أول حاجة نفهموا ألي الغلط، ساعة بوغ لو راسيوغي، راهو حتى الكبار نغلطوا، تقول له رانا الناس الكل نغلطوا، والصغار ما تحكي معاه بالسياسة. هذه الحكاية من قبل ما يغلط، ساعة ديما ندخلوا هيلو في راسه، كونه الغلط هو عادي. أما ليسونسييل وقت نغلطوا مرة ناخذوا درس وما نعاودوهاش، دونك هذه تتحط في باله. الحاجة الثانية وقت اللي هو يغلط، دونك ناخذوا بيان سور باش نقولوا له هذه حاجة غلطة، مانيش باش نقولوا له صحيت، باش نقولوا هذه حاجة غلطة، أما نشوفوا شنية نحلوها مع بعضنا علاش صارت. وفي الأخر الكونكلوزيون كونه المرة هذه غلطنا، مرة أخرى مانيش باش نغلطوا، ما نعملوش هكا حاجة على خاطر وعلى خاطر، دونك نعطيوه نفسروا له حاجة أخرى. بيسكو هو ولا ريزونابل ولا يحب يظهر إيماج باهية الوالدي والعائلته، دونك وقت اللي مرات يغلط يكذب، دونك يحب يغطي. اي سورتو وقتاش يكذب؟ اذا كان يعرف اللي امه وابوه ماهمش باش يفهموه وباش يعاركوه باش يضربوه على الغلطه، دونك هو باش يغطي وباش يكذب. دونك صغيرنا كيف يكذب كيف لازمنا نقعدوا معاه ونشوفوا علاش وصل الكذب. اذا كان وصل الكذب سيكو انا كواليه قبل عملت اون موفيز رياكسيون وخليته يخاف مني، خليته يولي يوصل يكذب عليا. دونك فيك الكذبه هذيك نقعد نحكي معاه ونفهمه اللي ميساج كيف نغلطوا، اما كيف نغلطوا نقولوا ونحكيوا مع بعضنا ونصلحوا، ومره اخرى ما نعاودوش. دونك اما الكذب ما يلزمناش نكذبوا. فوالا دونك هذه بالنسبه للكذب. حاجه اخرى صغيرنا باش يكون عنده ثقه في نفسه، ما نعطيوهش حاجه اقوى منه. مثلا نحن صغارنا نحبوهم وقت يدخلوا المكتب يجي الاول يجي الثاني ويجي الثالث، ما نحبوش يجيب 10 و11. اذا كان انا صغيري عنده ما عندوش مهارات في الحساب، ما عندوش مهارات في اللغه، عنده مهارات اخرى، ولكن هالمهارات الاخرى ما فيهاش دي نوت، ما تظهرش. دونك انا علاش نحاسبه على مهارات اللي هو ما يقدرش عليها؟ ينجم ياخذ 11 وياخذ 10، ينجمش ياخذ 20. دونك انا اش نعمل؟ انا نشجعه على الافاق، نشجعه باش يعمل افاق، باش يعمل، باش يقوم بالعمل نتاعو، اما ما نحاسبوش على النتيجه، نحاسبو على الافاق. اذا كان عمل المجهود هو عامل افاق، عمل النوت هذيك اللي جبتها، النوت ماخذ 10 المره الجايه ناخذ 11، ما نقولوش المره الجايه لازم 18 ولا 19. اذا كان نقولو انا 18 لازمك تاخذ وهو ماهوش قادر، اش باش يصير؟
هو ما عادش عنده ثقة في نفسه، يقول لي خايف أنا منيش في المستوى، أنا ما هشنيش، ويقول ما عادش يقرأ، ما عادش يحب يقرأ. برشا صغيرات ما يحبوش يقعدوا على الطاولة، ما يحبوش يقرأ على هذي، حتى في الامتحان يولي عنده تخاك زيدا دكتور. أي جستمان خاطر ما عندوش ثقة في نفسه. دونك أنا يلزم نعلم صغيري نطالبه بالمجهود ونشجعه على المجهود، والنتيجة بشوية بشوية نشجعه عليها ونحسه اللي أنا أسون كوتي اللي أنا نشجع فيه، هو معاه هو وكادو ديفيكولتي عنده ديفيكولتي، عنده بوه عنده أم وعائلته وإحنا قاعدين معاه وإحنا أون لو سوتيان ونعاونوا فيه، سي تري امبورطون. والحاجة الأخيرة اللي زادة تكون فيه ليستيم دو سوا وتخليه عنده ثقة في نفسه، نعبروا له على محبتنا. الصغير يلزم مش تقول أنا نحبه ونشري له، لا يلزم تقول له اللي أنت تعبر له، تضمه عندك، تشد صغيرك، تعمقه، تبوسه، تقول له نحبك، سي تري امبورطون. هو في المرحلة هذه باش يقبلها منك، ومن بعد زالي فواغ في الأدوليسونس باش يولي يدزك شوية، يقول لك يا فك عليا كيف مالي ما يحبش، أما هو ديما يحب هالعبارات هذوما، وهذوما يخليه يرتبط بالعائلة وما يمشيش برا وما يلوش هالحنان هذية برا، وما يلوش ما يخليش شكون يسيطر عليه من برا، بيسك هو متمكن من نفسه وعنده ثقة في نفسه، وعنده برشا حب وعنده برشا حنان من العائلة متاعه، وعنده شكون اللي ان سوتيان في الفامي متاعه، دونك ما يخافش يبدا مرتاح البال وما يخافش وما هوش ستريسي. فوالا سينو زيد فما لي كلوب ينجموا يدخلوا صغيراتهم لي كلوب، هذيا حاجه مزينه برشا، وفما انشطه زيد بالكدي ينجموا يمشيو فيهم صغيرات، جوستمون كيف تقوي ثقه في النفس وتخليه معناها يكبر دكتور يعرف برشا حاجات ويتعرف على برشا ناس، معناها حتى في المستقبل تساعده، وزيد ظهر له المهارات نتاعو، خاطر صغير انت تصور صغير ماهوش باهي في الحساب مش باهي في اللغه، هو ولديه نهار كل يعيطوا عليه خاطر ماهوش ياخذ في البنات، هو ألوغ هو عنده مهارات، لازم ما ثماش انسان في الدنيا هذه ما عندوش مهارات اخرى، اما تلقاه مانويل يجي ينجم يصنع حاجات، ينجم يبدا ارتست وماهمش فايقين بيه، ينجم يبدع، ينجم يعطي حاجات، وهذوما لي كلوب ينجم في الرياضه يكون عنده حاجه، ينجم لازم عنده مهاره. دونك يلزم هاللي كلوب يعطيك الصحه، يلزم الصغير يتعدى بهم الكل باش نطلعوا المهارات نتاعو، الحاجه اللي هو يرتاح فيها. تخبيا الموضوع ان شاء الله الجمعه الجايه باش يكون على سن المراهقه، باش نشوفوا كيفاش باش يتبدل كل شيء معناه في سن المراهقه، سورتو العمر هذايا حساس برشا نتاع سن المراهقه، لازمنا فريمون نعرفوا كيفاش نتصرفوا مع صغارنا في العمر هذاك. ميرسي بوكو دكتور، يعطيك الصحه اللي كنت معنا اليوم، كانت هذه مامون اي انفون. مامون اي انفون. كاب اف ام الكلمة ليك.